بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن هنا متواجدون لاستفسار بدون ما نكونوا بروتوكولات، نهضروا باللغات وكما يلزم. هذا المشروع مشروع بناء مدرسة ابتدائية منذ 2016 البداية تاعها باش تبدأ، انتهت الأعمال 2018 رغم أن مدة المشروع تاعو 5 أشهر، من 2016 ل 2018 5 أشهر 24 شهر، رانا في 2020 حتى واحد من أي مسؤول ما قنعناش وعطانا استفسار، قلنا هذا علاش حبس هذا البروجي، رغم أن الأولاد في هذو 4 سنين اللي فاتوا كان اللي زادوا عنده 4 أولاد، كان عنده 2 أولاد، كان اللي زادوا 3 أولاد. هذا المكان الذي يجسد مشروع مجمع مدرسي الطور الابتدائي ببلدية سيد محمد بن علي بالضبط عند المخرج الغربي. تعلمون أن هذه المنطقة الكثافة السكانية فيها يعني تقارب 4000 نسمة، لا يملكون حتى مجمع مدرسي. الإشكال أين صار؟ صار في عدم تمدرس التلاميذ. هذا المشروع نحن استبشرنا به خيرا لما انطلق في البداية، واستبشرنا خيرا على انطلاق هذا المشروع من السنة الماضية، واستشرنا كل خير على أن هذا المشروع انطلق. ثم فجأة توقف هذا المشروع. لما استفسرنا عن الأسباب، هناك مصادر تقول بأن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع قد نافذ، أي انهينا هذا المشروع. إلى حد الآن لم نجد أي استفسار لهذا المشروع، لا من السلطات المحلية ولا من السلطات الولائية، علما أن الأبناء لا يتمدرسون خلال هذه السنة، خاصة القسم التحضيري أصحاب 5 سنوات. يوجد مدرستين مجاورتين لهذا المجمع، مدرسة 20 أوت ومدرسة ديدوش مراد، ولكن هاتين المدرستين بهما اكتظاظ شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد بالعجمية فتحي، رئيس الجمعية الجديدة بحي الشهيد عيسى عبد القادر. عندنا مشكلة هنا، توسيعة 9 أقسام مدرسة الابتدائية تابعة لمدرسة ديدوش مراد، بحيث البروغرام تاعها 2016 كانت مع البلدية الجديدة ونادي الشرطة. احنا عندنا سؤال، لماذا البلدية الجديدة تكملت ونادي الشرطة تكمل والمدرسة هذه توسيعة 9 أقسام بدون ساحة بدون مطعم بدون غير 9 أقسام وما كملت؟ سؤال برك، خصنا واحد يجاوبنا عليه. نسبة الإنجاز حراهي؟ نسبة الإنجاز راهم يقولوا حسب المقاول 70%، حساب المقاول قال 70%، و 2016 بدات ب 2018 و 5 أشهر مدة الإنجاز تاع 5 أشهر، حتى الآن ما بان عليها حتى خبر. وجانا والنهار لجنة تاع المجلس الولائي تاع التعليم ما عيطونا، ما استفسروا وجاوا وراحوا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.